السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبيب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. جالكم فيديو جديد النهارده، يا رب الفيديو ينال اعجابكم. بالله عليكم يا حبيب قلبي، ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. النهارده يا حبيب قلبي جالنا خير جديد ورزق جديد في قلب الفقاسة، وقلت اصور معاكم الخير والرزق اللي جالي النهارده. جالنا بط وفراخ، فقلت اوريكم الرزق والخير اللي جالي. انا ما صورتش معاكم بقالي يومين، والله مزاجي متعكنن جدا جدا. الفيران ما سابتنيش في حالي، برضو بهدلت لي الدنيا في البطاطير، فانا قررت خلاص ان انا ابيع البطاطير واتفضي منها عشان تاخد العين خالص من البيت على بعضه. فمش عارفه ان انا اتصرف ازاي مع الفيران دي، مقصداني ليه في البطاطير؟ ما انا مش عارفه في ايه في البطاطير دي بالذات، مع ان المكان انا العمر بربي فيه وتمام التمام من ساعه ما جبت البطاطير دي، والفيران مبهدلاني احلى بهدله، فالحمد لله قدر الله ما شاء فعل. المهم دي مش موضوعنا، موضوعنا الفقاسه. سموا كده معايا حبيب قلبي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا الخير والرزق اللي جاي. بالله عليك يا حبايبي، كل اللي يشوف الفيديو يصلي على النبي ويدعي له بالبركه. بسم الله الرحمن الرحيم. نسوي بس ايد الفلاشه كده اهو يا حبايبي. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين حضراتكم كده؟ شايفين الخير والرزق ده؟ بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. كده كده اللي طلع وضغط اللي طلع اهو، بط اللي تحت داخل بط بلدي اللي هو الخضار الجعجع ده، شايفين كده حضراتكم؟ نشوف بقى الخير اللي جاي. دي الرف اللي فيه بيض الفراخ اهو، في كتاكيت لسه بتطلع يا حبايبي. في بيض مقر اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. شايفين البط حلو جميل ازاي يا حبايبي؟ اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. حاول بس الم الاشوره دي الاول بس كده، هما كده بقى مش فوقهم حلوين، عايزين يطلعوا لهم طعام من امبارح بالليل. على فكره في بط تاني كان طالع، اصحابه استلموه. انا هاتي صور كل البط اللي طالع معاكم، شايفين كده حضراتكم؟ والله مزاجي وحش جدا جدا، مزاجي يعني مش في المود خالص، زعلانة جدا جدا والله. بطة بايظ، زي ما انتوا شايفين يا حبايبي كده. كده نضفت القشور اللي في الرف خالص اهي. دي بقى البيض اللي فاضل ده هنفرزه، واشوف اللي صاحي في ايه واللي ميت ايه برضه هشتله. هستفيد عن الفقاسه برضه عشان ما نفرقعش فيها ولا كده. ادي شايفين البط فيه حلو ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، البط مستوى وجمالي كانها طالعه من تحت من تحت الميه مش من الفقاسه. بسم الله ما شاء الله، البط جميل جدا جدا. دولت البطين دول جعجع هما، اللي هو الفرنساوي ده، والبيضه خالص مصحف على بلدي. شايفين البطه دي مخلطه ما بين السوداني وما بين الخضاري. دي بغال، دي بطه مولة رهية. بسم الله ما شاء الله، شايفين عرض البطه؟ شايفين جمالها؟ بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك ليا وليكم ولأمة محمد أجمعين. طلعهم كده ثلاثة ستة تسعة 12. شوف لسه في بط هنا ايه، 13 14 15 دول 15 بطهم يا حبايبي.
كتاكيت بقى هنسيبها شويه لما تنشف حلو، عشان لسه العين النهارده مش هطلعهم بقى الا بالليل، بتصل على اصحابهم بياخدوهم ان شاء الله، انهم لسه ما نشوفوش حلو فهسيبهم بقى بالليل. بسم الله ما شاء الله الفرقه جميله جدا جدا، شايفين حجم الكتاكيت، شايفين جمالهم وحلاوتهم، والفرخ حلو وجميل. يعني هو لسه طالع النهارده، رغم ان هو طالع النهارده بس الفرخ ناشف وحلو وعنده حيويه حلوه. البطه جايه بتفجري تقاس اتعملت تتجولي في المكان. اي حاجه زي ما شايفين حضراتكم كده، ده البط اللي طلع معاكم اهو، ودي الكتاكيت بتاعتنا يا حبايبي. معلش لو اتاخرت عليكم شويه، زي ما قلت لكم برده ان الموضوع البطاطير ده اللي مزعلني ومضايقني والله، فعشان كده بقى لي يوم ما دخلت ما نزلتش معاكم اي فيديوهات. البطه مصممه برده انها تخش في قصه تاني، فهو ده اللي اتاخرنا عنكم والله، مفيش اي حاجه تانيه. فالحمد لله قدر الله وما شاء فعل، يعني ضيع لي الكتاكيت اللي كانت فيها وبهدلوا لي الدنيا، بس الحمد لله. بس انا قررت ان انا ابيع البطاطير، ما عدتش هسيبها عشان ابعد العين دي بقى خالص عني خالص، اما نشوف العين عايزه مني بالظبط والتركيز معايا. لان من يوم ما جبت البطاطير دي كل واحد يسال انت جبت بطاطير، انت عملتي، انت سويتي، فهم البطاطير دي اتقرفنا اخر قرف، فهم بناقصهم احسن بقى واشتغل ارض زي ما كنت انا شغاله الاول وخلاص. يا حبيبي الخير اللي جالي النهارده ده الرزق، ودي كان الفيديو بتاعنا النهارده، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.